السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم احنا في 13/10/2010 في 2021، هادو المغاربة وهادو هما تتعرضوا دابا حاليا للتعذيب العنيف من طرف اليونانيين. شوفوا المغاربة دابا حاليا تنهضروا مع المغاربة كاملين باش تالي جا باش يعرف شنو تيديروا المغاربة حاليا في هاد الساعة هادي. شوفوا المغاربة التعذيب اللي تيتعذبوا فيه دابا حاليا، لاحظوا. شوفوا عباد الله شنو تيديروا لعباد الله، شو كيرجعوا عباد الله. وجوج ديال الناس دابا حاليا راهم مشاو للسبيطار في حالة خطيرة لأقصى درجة وفي حالة الموت. دابا هادو هما المغاربة، شوفوا عباد الله شنو داروا للمغاربة. يعني واش حنا ما عندناش؟ شوف لاحظ شو كيردوا للناس دورهم. شوف وتنصحوا المغاربه دابا كما قلنا لكم حنا في 2021 في 13/10/2010 في 2010 في 13/10/2021 تعذيب العنيف لأقصى درجة لأقصى درجة. ما تخيلش في دماغك كيفاش يتعذبوا البشرية. والمهم اللي بغى يجي لتركيا وفكر أنه يجي لتركيا يشوف هاد الشي هذا قبل ما يجي لتركيا. والله يرحم الوالدين، هاد الشي بغيناه يتنشر للعالم باش يعرفوا شنو كاين. الله يرحم الوالدين، بغينا يتنشر لجميع العالم، شي العالم بغينا الله يرحمكم الوالدين بغيناه يتنشر نشر باش الناس يشوفوا شنو تيديروا للمغاربه.